حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أكتوبر إرادة وطن بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة. وقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشاركون في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة لتقديم التحية لأبطال شاركوا في حرب أكتوبر. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية العسكرية لأبطال الفرقة 139 صاعقة في ذكرى انتصار أكتوبر. وقال الرئيس السيسي: لنا عظيم الشرف أن نلتقي ونرى ونشاهد الرجال الذين قدموا لبلادنا العزة والكرامة والشرف دون مقابل. وأضاف الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أكتوبر إرادة وطن بمناسبة الذكرى 49 لحرب أكتوبر المجيدة: كل الاحترام والتقدير لأبطال حرب أكتوبر. وأكد الرئيس السيسي على أن الوطن سيتجاوز الظروف الصعبة، وأنني على يقين أن الإنسان المصري صانع الحضارة أقوى من محاولات قوى الشر، متابعا أننا نخوض معركة البناء والتنمية بهدف تغيير واقعنا بشكل مستدام والعبور للجمهورية الجديدة، مضيفا أننا سنحقق معجزة العبور الثابت والآمن نحو الجمهورية الجديدة. الحقيقة كانت كلمة مفعمة كده بالأمل والوطنية والحماس دي حقيقة دكتور محمد، وكانت لفتة إنسانية راقية جدا من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وأبطال يعني فرقة الصاعقة 139 وهي تتصدر المسرح. ومش الحقيقة مش بس الحضور على رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيقدم التحية العسكرية، لكن مصر كلها كانت بتقدم لهم التحية العسكرية وكل الاحترام والتقدير والتبجيل لهؤلاء الرجال اللي بيمثلوا رمز الوطنية ورموز لقواتنا، قادة قواتنا المسلحة المصرية الباسلة. يعني الحقيقة كان في رسائل كتيرة جدا، إلى أي رسائل حضرتك توقفت في هذه الندوة التثقيفية؟ هو في البداية الرسالة الأكبر ل يعني فترة أكتوبر، أكتوبر الانتصارات، أكتوبر الحياة العراقة والتاريخ المصري. يعني دوما برن فكرة أكتوبر هو مرحلة شحن بطاريات العزيمة والإصرار للشعب المصري وقدرة إن احنا بناخد الحماس ده من سنة للسنة الأخرى. قد إيه كانت يعني ملحمة عظيمة قادها الشعب المصري، مش بس الجيش المصري، إن الشعب المصري كان يعني في دعم وبيلتف دوما، وده مش يعني مش قول خاص بيا ومش جديد، لأن كل قادة القوات المسلحة يعلموا قد إيه إن الشعب المصري دائما في صف القوات المسلحة وفي صف الجيش المصري على مدار التاريخ المصري كله. فالحقيقه اللفته الكريمه يعني او اللفته الجيده اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفرقه 139 صاعقه بالامس كانت زي ما حضرتك اشرتي، هي الحقيقه من اللفتات اللي بتعمل اثر وبتعمل دور مهم جدا لتقدير كل من يقوم ويبذل الجهد في دعم هذا الوطن، لان احنا محتاجين ده في اطار الازمات وفي اطار المواقف المختلفه اللي يمكن بيتحدث عنها دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي يمكن لن يستطيع فرد واحد ان هو يعني يخرج بهذه الأزمة بشكل منفرد. الشعب المصري هو اللي يخرج بنفسه بشكل يعني بيصطف حول القيادة وبيصطف حول الجيش المصري عشان نقدر نعبر زي ما أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزي العبور 73، هو عبور جديد لكل الأزمات، لأن ال 73 هي مش مرحلة يعني مش جانب عبور فقط لخط بارليف، لكن كمان هي عبور رمزي لمرحلة ومرحلة جديدة زي الجمهورية الجديدة اللي أشار ليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. من الذكاء الشديد اللي كان يمكن من الرئيس عبد الفتاح السيسي هو استخدام هذا الحدث واستخدام يعني ابطال الفرقه الصاعقه 139 ان هم يقدروا يوصلوا الرساله في هذه المرحله وفي هذا الدور. الندوه التثقيفيه الحقيقه يعني ادت دورها بشكل كبير جدا، مش بس للقوات المسلحه المصريه، يمكن ده الهدف الرئيسي بيبقى الندوات التثقيفيه، لكن هي الحقيقه الندوه التثقيفيه تحولت الى شحن بطاريات للشعب المصري كله، مش بس للقوات المسلحه في مواقف وازمات. واعتقد ان الجمهوريه الجديده تحتاج مش بس عبور اكتوبر، احنا بنحتاج لنا 12 شهر في السنه يكون عندنا نفس العزيمه ونفس الاصرار، نفس روح وعزيمه نصر اكتوبر يعني نسترجعها مره ثانيه، نسترجعها ويكون عندنا الامثله اللي يمكن يعني زي ما القدوه اللي يمكن زي ما كانت ظهرت في الندوه التثقيفيه بالامس في اللي يمكن يعني عرفهم، ويمكن كان ليهم الشرف ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يعرفهم ويقدم يعني يصافحهم ويتكلم عنهم، اللي هي يعني الحقيقه في 139 صاعقه. اكيد، وزي ما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصفهم ما تبقى من الرجال اللي بيقدموا دون مقابل، مهم ان عندهم ان الوطن يظل بكرامه وعزه ونصر وشرف دائما. طب احنا